تقول لماذا الزواج يحتاج إشهار يعني يبين للناس وكذا، وطلاق يعني ما يحتاج، خلاص مجرد أن يطلق وانتهى. وهل طلق النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته أو لا؟ بالنسبة للفرق بين الزواج والطلاق واضح. نعم. أما حكاية إعلان وإشهار النكاح فهو للتفريق بينه وبين السفاح. نعم. بينه وبين الزنا. نعم. لأن علاقة المرأة بالرجل أباحها الشرع، ولكن جعل لها شروطا وقيودا، ومن هذه القيود أن تعلن وتشهر. ولذلك يعني ذكر أصحاب التراجم أن يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه مر بأحد زقاق المدينة فسمع ضجة من دفوف وغيرها، فسأل قال له فلان تزوج فلان، قال هذا هو النكاح. سبحان الله. إيه هذا هو النكاح. أما السفاح عادة يكون سرا. الفرق بين الفرق بينهما إلا إذا وصلت المجتمعات إلى حد لا حياء فيه. نعم. وما الباقي كله يكون سر. نعم. بالنسبة لسؤال المرأة عن قضية هل طلق النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم. طلق النبي صلى الله عليه وسلم، طلق بعض زوجاته نهائيا، وطلق ورجع. ويعني السيدة عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه الملك، نعم، أحد الملائكة يأمره بمراجعتها، فإنها صوامة قوامة، الله أكبر، فراجعها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.